كثير من الطلاب يقلقون ويتوترون بالفترة اللي قبل الامتحان، يؤدي هذا القلق إلى فقدان التركيز وإلى مشاكل صحية كثيرة، وبالنتيجة النهائية ما راح يحقق نتيجة جيدة بالامتحان. شلون نقلل من كمية القلق والتوتر بفترة ما قبل الامتحان؟ رقم 1، الدراسة والتحضير بصورة جيدة للامتحان. ما أخلي أي موضوع أني ما فاهمه، ما أخلي أي نقطة ما فاهمها، أشغل نفسي بالدراسة. إذا شغلت نفسك كثيرا بالدراسة ما راح يكون هنالك متسع من الوقت لدخول الأفكار السلبية إلى داخل عقلك. الأفكار السلبية هي اللي راح تولد التوتر، فأنت ما راح تنطيها مجال. اشغل نفسك كثيرا بالدراسة. 2، تخيل نهاية سعيدة. أنت فترة دراستك وتحضيرك، تخيل أنه أنت راح تطلع النتيجة اللي تريدها. مجرد أنه أنت راح تعيش لحظات الفرح الآن راح يرفع من حالتك المعنوية. تخيل النتيجة الإيجابية دائما واسعى إلى تحقيقها. تغذية جيدة جدا مهمة، تناول الطعام الصحي وبوجبات منتظمة، واشرب الماء كثيرا. التحضير بصورة يومية، لا تأجل التحاضير اليومية إلى وقت ما قبل الامتحان، راح يخليك تحت ضغط كبير وأنت راح تتأذى بذيك اللحظة. فالتحضير اليومي هو المفتاح الأساسي، لأنه ما يخليك تحت ضغط وتوتر فترة الامتحان. وقت الامتحان ابدأ بالأسئلة السهلة، راح ينطيك دفعة أكبر بتذكر الشيء اللي قريته. الرياضة البسيطة جدا مهمة، مارس الرياضة حتى لو بالبيت، تمارين سويدية، حرك إيدك، نشط الدورة الدموية، راح يساعدك على تذكر أو حفظ الأشياء بسهولة. دائما ذكر نفسك أنه الامتحان هو ليست قضية حياة أو موت، وليست نهاية العالم، تجربة تمر بها، نجحت بها خير على خير، ما نجحت أكو فرص أخرى ممكن تعوض ما فاتك. إذا وضعت نفسك تحت هذا التأثير فبالتأكيد أنت راح تبدع وتعمل أفضل، تتذكر أفضل، وتوصل إلى نتائج أفضل.